التعيين السريع الذي قام به الملك عبد الله لشقيقه الأصغر الأمير سلمان كولي لعهد السعودية متجاوزا هيئة البيعة التي شكلها هو ترده مصادر دبلوماسية عربية إلى احتواء الخلافات التي ستنشب بين الإخوة على خلافة العرش والتي ظهرت خلال تعيين ولي العهد السابق الأمير نايف قبل أشهر. وتضيف المصادر الدبلوماسية العربية أن موت نايف خلق اضطرابا لدى الملك عبد الله، كون المتوفي كان أيضا وزيرا للداخلية، وكان على الملك استعجال فرض أمر واقع على الأمراء من أشقائه وأبنائهم في المناصب التي كان يتولاها نايف، لذلك اتخذ قرارا بتعيين سلمان وليا للعهد بالتزامن مع تعيين أحمد بن نايف وزيرا للداخلية، رغم أن وزير الداخلية الفعلي هو محمد بن نايف. وتشهد العائلة المالكة غياب وجوهها الكبار الذين حكموا بعد والدهم مؤسس المملكة لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمن، وظهور الجيل الثالث من الأحفاد الذي يرى في غياب الجيل الأول صراعا للوصول للحكم. وقد أدى موت نايف وهو رجل الأمن القوي في العائلة والمقرب من المؤسسة الوهابية إلى تسارع احتدام الخلاف داخل أقطاب العائلة. ويعيش سلمان كما عبد الله وضعا صحيا لا يقل سوءا عن وضع نايف، لذلك من المتوقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة تفسخا كبيرا في المملكة في حال غياب أحدهما وكليهما، وتدخل المملكة مرحلة جديدة لن تبقى فيها الخلافات على العرش خلف الأبواب الموصدة. أكد الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود شقيق العهد السعودي أن هيئة البيعة لم تدع للاجتماع مطلقا للتشاور في تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد مثلما تنص الهيئة. وقال إن مجلس العائلة الذي يضم أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده لم يجتمع أيضا منذ أشهر. وأشار الأمير طلال من مقر إقامته في اليونان إلى أن تعيين الأمير نايف وليا للعهد كان المسمار الأول في نعش هيئة البيعة وحكم آل سعود. وتابع: ماذا أقول في أناس لا يتبعون طريق والدهم؟ مضيفا: إنه في حالة اعتكاف حاليا، وإن أمراء كبارا آخرين فضلوا التزام الصمت. واختصر الأمير طلال موقفه بالقول: إنهم لم يحافظوا على الأعراف المتبعة ولم يأتوا بشيء جديد يتماشى والقرن الواحد والعشرين، مشددا على مسألة إشراك شباب العائلة في المسؤولية بصورة أكبر. وكرر تأييده تحول الملكيات العربية إلى ملكيات دستورية، مشيرا إلى أن الملكيات المطلقة لم تعد تتماشى ولغة العصر. وتساءل قائلا: كيف يقولون إن الشعب السعودي غير مؤهل لتولي المسؤوليات الكبرى؟ فهل الأمراء الكبار مؤهلون لشغل مواقعهم؟ وختم بإبداء خشيته أن يتكرر ما حدث في الأيام الأخيرة للاتحاد السوفيتي في المملكة العربية السعودية، حيث أدى دفع بمسؤولين كبار في السن إلى قمة الحكم إلى الانهيار، مشددا على ضرورة وجود برلمان منتخب يتولى التشريع والرقابة والمساءلة.